يلا نشوف حمايتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ نخش في الموضوع على طول. هنا الشابتر اسمه توث ديفلوبمنت، اسمه توث ديفلوبمنت. احنا عايزين نوصل الى هذه المرحلة. دي كده لور ليب مثلا بتاع بني ادم، بغض النظر من لونها اخضر مش مشكلة. وورا اللور ليب في حاجة اسمها فيستيبيول، فراغ ده، ها؟ اللي احنا بنلحسه بلساننا بعد ما نكون بناكل، بتتحشر فيه الرز ده، اسمه ايه؟ فيستيبيول. وده كده اللي هو الريتش، تمام؟ وجوه فيستيبيول تاني بعد كده دي اللسان، دي التانج اهي، بدليل ان ده ريتش، ان دي السنان. طبعا احنا بنتكلم على هوز ديفلوبمنت، يعني السنان دي المفروض مكانها يبقى هنا، تبقى تحت جوه 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 جوه، تستخبى جوه. فاحنا بقى هنعمل ايه بقى؟ كان احنا بنرجع الفيلم بالمشقلب، احنا مش هندرس التوز ديفلوبمنت من هنا لا خالص، ده احنا هنجيب الصوره ايام ما كانت السنه لسه بتتصنع جوه. لا، ده احنا كمان كانت الليب زمان اثناء صناعه التوز ديفلوبمنت كانت لازقه في الريدج، والتانج كمان كانت لازقه في الريدج، فكانت الصوره كلها زي اللي انا ماسكها دي كده. احنا بقى هنصور دلوقتي هذا المنظر، دي لور ليب، وده هيبقى ريدج، وده هيبقى تانج. بس احنا عايزين دلوقتي حاجتين اتنين في الشابتر ده. واحد، ان احنا نحفر هنا حفره اسمها فيستيبيول اللي كانت موجوده هنا دي، وعايزين عند الريدج ده نصنع جوه سنان زي اللي احنا مستخبيه جوه دي. اما عن التانج انه هيتفصل عن الليب، فده موضوع تاني مش موجود في الشابتر ده. بس المهم احنا عايزين نعمل الحاجتين دول. دي ان احنا نفصل الليب عن الريدج هتاخد لها ايه؟ صفحه ولا حاجه. لكن احنا نفصل نعمل سنه جوه هذا الريدج، ده هيستغرق مننا بقيه الشابتر كله. طيب اول خطوه بتتقال اللي انا نهيت بيها كلامي، واول سطرين كده في الكتاب هتلاقي الكلام ده، ان اثناء التوث ديفلوبمنت، اقرا بقى باسلوب الكتاب، اثناء التوث ديفلوبمنت لا كان اللور جو نايذر، دور على كلمه نايذر، نايذر ابر او لور جو، لا الفك العلوي ولا السفلي، اتفصلوا عن الليب، يعني مفيش فيستيبيول. فسوف نصنع الفيستيبيول. عشان نعرف نشتغل بقى كويس لازم نقول شويه مصطلحات احسن. دي اسمها لور ليب، ده اسمه ريدج، ده اسمه تانج. بس ده في جنين ما ينفعش الاسامي دي. دي هتبقى ليب وده هيبقى ريدج وده هتبقى تانج. لا، انا قصدي بقى اعمق من كده. هذا النسيج الطلائي اللي مبطن او مغطي التانج والليب والريدج كله على بعضه اسمه في الجنين اكتوديرم. ده كله اكتوديرم. لو انا غرست النايف كده في قلب الاكتوديرم هتعدي طبقه اكتوديرم وتخش جوه على الدم. انا كده النايف جوه في الدم. الدم اللي تحت الاكتوديرم ده اسمه اكتو ميزينكاي. بمعنى ان انا لو خدت سيكشن زي السكشن اللي بتتفرجوا عليها في الهيستولوجي، ازاي بنجيب احنا السيكشن ده؟ بنجيب اللي هو الفك ده كامل، ونقوم عاملين كده بالنايف او بالسكينه او بالمكنه اللي بتقطع، ونعمل كده سيكشن كده، وحضرتك تتفرج على المنظر ده. المنظر ده بقى علشان نلونه صح نقول كل هذه الطبقه اكتوديرم. علشان تبان، بوز كده، تعديل في الالوان بسيط علشان الناس تفهم. لو افترضنا ان هذا هو سطح التنج اللي احنا قطعناه دلوقتي، والليب والريدج وكله، السطح الاحمر ده هو النسيج الطلائي اللي هو الاكتوديرم. هذا الاكتوديرم كل ما تحته من دم اللي هو الاخضر ده اسمه اكتو ميزينكايم. اكتو ميزينكايم هيكون في المستقبل كونكتيف تيشو، اكتوديرم هيكون في المستقبل ايبيثيليوم، جلد ودبن تحتيه. اين تصنع السنه؟ لو انت متخيل الفيو ده، سيبك بقى من الاحمر والازرق والكلام ده، لو انت متخيل الفيو ده، اين ستصنع السنه؟ هنا؟ لا، ده دي الليب. هنا؟ لا، ده دي الفيستيبيول. هنا؟ ايوه، وابعد عن هنا، ده دي التنج. هتتصنع السنه لا في الليب ولا في الفيستيبيول، لا في الريدج جوه هنا. سوف تصنع السنه هنا في الاكتوميزينكايم اللي تحت الاكتوديرم اللي هنا. عشان نصنع السنه دي تعالى نرجع تاني، نرجع الفك زي ما كان. ليب، ريدج، تانج. يلا نشتغل. نشتغل ازاي بقى؟ اول خطوه في صناعه السنه ان فجاه تلاقي جزر من الإبيثيليوم متكاثفه.
متكدسة كبيرة. كل جزيرة مثلا احنا دلوقتي في ماندبل هتلاقي جزيرة يمين وجزيرة شمال، يعني اللي انا بحطه الاحمر ده ده مش تشو، مش تشو جديد جه هنا اهو، لا خالص، ده هذا الاحمر ده هو عبارة عن، انا بس عشان تشوفوا فرق الالوان، هو عبارة عن هذا الاكتوديرم اللي انا ماسكه فجأة بنبص عليه كده اهو لقيناه تخن تكثف. تخن الابيثيليوم او الاكتوديرم يعني تكاثر، تكاثر يعني بروليفريشن. انت يا ابيثيليوم حصل لك تكاثر، على فكره في الصفحه الاولى في الكتاب هتلاقي تركيب الابيثيليوم ايه، طبعا ده مش هيبان في الموديل ده، ان هو تصفين خلايا وممكن التلف يبقى موجود وتحتيه بيزمنت ممبرين، والاكتوميزينكاين ده عباره عن شويه خلايا اسمها جايه من خليه اسمها نيورال كريست سيلز، وفي بلاد فيسلز وفي جراوند سبستانس. الكلام ده كله مش هيبان في الموديل ده، احنا بنعمل هنا عشان تتخيل بس الموضوع. كفايه ان انا اقول لك ان ده هو الاكتوديرم الموجود عندك، والدم اللي تحت هو الاكتوميزينكاين. ايه، نرجع لموضوعنا معلش. هذا التكاثف من الاكتوديرم اسمه بروليفريشن، تكاثر كترة خلاياك يا اكتوديرم. اشمعنى دول اللي كتروا؟ قال لك اصل اللي بياكل كتير بيدخن. فوجئنا ان هذه المنطقة من الاكتوديرم فعلا بتاكل كتير. من اين ياكل الاكتوديرم؟ من الدم اللي تحتيه، من الاكتوميزينكاين. اذا لما انا ابص من فوق وانا مغمض عيني، لو بصيت من فوق كده وفتحت عيني لقيت الحتة دي غامقة تخينة كتيرة، ابقى متأكد ان في تحتيها على نفس شكلها حدوة الحصان ده تكدس من الدم، دم كتير. يبقى الدم موجود تحت ده؟ ايوة، عشان كده بيأكل ويعيش. والدم موجود تحت ده؟ ايوة. موجود تحت ده؟ ايوة، بس بكثافة. الكثافة دي اسمها اكتوميزينكايمال، يعني دم يعني كوندنسيشن، تكدس. اكتوميزينكايمال كوندنسيشن تحت يؤدي الى اكتوديرمال بروليفريشن اللي هو ده. جميل. طب الاكتوميزينكايمال كوندنسيشن هيبقى بطول الفك والليب والتانجو كله؟ لا طبعا، على نفس هذا الشكل. دي بقى معلش احنا بنبدا بالمشقلب، كل ده انا لسه في تاني باراجراف في الورقه في الكتاب. اللي هي ايه بقى؟ مكتوب فيها ايه؟ ان اول حاجه بتحصل ان بيبقى فيه على شكل هورز شو اكتوميزينكايمال كوندنسيشن، وهذا الاكتوميزينكايمال كوندنسيشن هو على شكل هورز شو بس بيبدا هنا، هنا جوه، هنا جوه تحت يعني، هنا في الميد لاين اند سبريد ديستال، يرجع لورا كده. هذا التكدس من الدم اللي تحت ينتج عنه التكاثر اللي انت شايفه قدام عينيك الاحمر ده. يبقى اذا هذا اسمه اكتوديرمال بروليفريشن. خلاصه اللي انا قلته جملتين اتنين، اكتوميزينكايمال يعني دم كوندنسيشن على شكل هرس شو تحت يؤدي الى تحفيز لهذا الاكتوديرم يحصل فيه اكتوديرمال بروليفريشن، تكاثره. التكاثر ده فوجئنا بيه ان هو مش تكاثر واحد، ده جزيرتين، جزيره يمين وجزيره شمال. ولو كانت دي مجزله، لو افترضنا كده ان دي مجزله، هيبقوا بدل جزيرتين اربعه. نصيحه، لماذا دول اتنين ولماذا دول اربعه؟ هتلاقي مكتوبه في الكتاب عندك بس كلام مش هتفهمه. فرونتو نيزال بروسيس ومانديبلر بروسيس ومجزلري بروسيس، كل الكلام ده هتفهمه ان شاء الله لما تدرس شابتر الامبريولوجي اللي في الكتاب قبل شابتر التوث ديفلوبمنت. فمعلش حتى لو دي قريتها ما فهمتهاش مش مهم، المهم بيقول لك يعني ان المندبل كان يتكون من نصفين، فكان بديهي ان التكدس او التكاثر يبقى على شكل جزيرتين، والمجزله كانت بتتكون من اربع اجزاء فكان التكدس على شكل اربع جزر. الشاهد ان كل جزيره من دول اسمها، اسمع بقى الكلام الجديد اللي جاي ده، اودونتوجينيك يعني المخلقه للاسنان، ايبيثيليال لانها ايبيثيليال او اكتوديرم، ايلاند أليست هذه جزيرة من الإبيثيليوم، وإحنا أصلا في شابتر اسمه توث ديفلوبمنت، فالجزيرة دي هتصنع السنان بعد كده. لكن أنا مش عايز بعد كده فك يبقى نصين مفصولين، يبقى لازم بعد شوية الفك يلتحم والجزيرتين ينتحموا. يبقوا بدل ما هم أيلاند يبقوا باند. وبدل ما هي أودونتوجينيك تصنع الأسنان، سبحان الله، فوجئنا إن الباند دي لن تصنع فقط الأسنان بل ستصنع أيضا هذا. مين اللي أنا بعمله ده؟ ايوه، لو دي لب وده الريدج اللي هيتعمل فيه سنان، اذا هذا فيستيبيول. فقالوا خلاص معلش احنا اسفين يا باند، ما نقولش عليك اودونتوجينيك بس، نقول عليك برايمري. يبقى الاودونتوجينيك ابيثيليال ايلاندز عندما التحموا كبروا وعملوا باند، هذه الباند اسمها برايمري ابيثيليال باند. يبقى العامل المشترك ابيثيليال، الاثنين ابيثيليال.
بس ايلاند مفهومه عشان كانوا مفصولين، باند مفهومه عشان التحموا، اودونتوجينيك تصنع الاسنان فقط، رجعنا في كلامنا وقلنا برايمري الاوليه سوف تصنع الاسنان وكمان الفيستيبيول. بعد ما خلصنا الرغي الكتير ده لازم نسال بعضنا سؤال، هو البق فيه كام ايلاند؟ ده السؤال المهم. البق فيه كام ايلاند؟ اتنين، الايلاند الاولى لور والايلاند الثانيه ابر. كل ده يا جدعان احنا لازم وانت بتذاكر وانت بتقرا وانت بتفهم تبقى مركز. هو الشابتر اسمه ايه؟ توث ديفلوبمنت. هو السنه فين هنا اهو؟ يا ترى ان شاء الله السنه تطلع هنا تبقى بتهرج. طب عند الليب هنا؟ لا. طب السنه هتطلع هتتصنع هنا. فخليك مركز دايما انت بتذاكر. احنا هنا دخلنا بقى جوه يا دكتور، هندخلك جوه دلوقتي، بس المهم بس نركز مع بعض. عندي ايلاند التحمت مع ايلاند عملوا باند. احنا هناخد مثال اللور اللي قدامنا ده والابر بيحصل فيه نفس الكلام بالظبط. عندك كام باند في البق؟ اثنين، واحده ابر واحده لور. انت ايتها الباند اللور ماذا ستصنعين؟ يا رب تكونوا متخيلين الحته اللي جايه دي عشان دي مهمه قوي، لان كل الرسومات اللي في الكتاب واللي بترسمها في العملي بتندرج تحت هذا المنطلق. دي لور ليب، في المستقبل هتبقى دي. الاحمر ده في المستقبل هيبقى الفيستيبيول والريدج الحته الحمراء دي. كل اللي ورا ده في المستقبل هيبقى التانج دي. يبقى انت يا حته يا باند عايزه تعملي حاجتين. عايز ايه مني يا عم الحاج؟ عايز منك حاجتين، فيستيبيول واسنان. قالت لي كل حاجه من دول هعملها لك، بس انا مش هعملها بنفسي، انا هنزل شريحه مني، هذه الشريحه سوف تصنع اللي انت عايزه. اذا كنت عايز فيستيبيول هنزل لك شريحه، يعني لامنه، لامنه يعني رقيقه، طبقه، هنزل لك لامنه اسمها فيستيبيولر لامنه تعمل لك الفيستيبيول، وهنزل لك لامنه ثانيه اسمها جنرال ماذر مين دنتال لامنه تعمل لك كل السنن اللي انت عايزها. اذا البرايمري ابيثيليال باند سوف ينزل منها فرعان الان. بس عشان نفهم الفرعان دول بيجوا ازاي لازم تفهم، معلش بقى الصنعه بتغلب على الواحد، هنعمل ايه؟ اكل بعيش. مين ده بقى؟ لا مؤاخذه ده كده هي دي. متخيلين معايا يا جماعه ان الباند دي عباره عن باند، بدينا لما بقطع كده بشوف يا دوبك شريطه صغيره. حلو الكلام؟ هو سؤال بقى، الباند دي ازاي هتنزل لي دراعين؟ ركز بقى معايا كويس، اصل احنا من اول دلوقتي هنبدا نعمل سكاشن، وانا لو قطعت كده تانج ريدج فيستيبيول ليب هتشوف المنظر ده. شايف التانج الحلوه دي؟ الرسمه دي هتلاقيها كتير جدا، بس عشان ابقى معاك مظبوط دايما بيحطوا الليب على اليمين ولا على الشمال، دايما بتبقى الليب على دايما الرسمه دي كتير قوي. تلاقي ليب وفي دقنه وفيستيبيول وريدج وتانج وفي حفره، الناس زي ما مش عارفين الحفره دي عباره عن ايه، ده الفراغ اللي بين التانج والريدج، والسنان هتتصنع هنا والفيستيبيول هنا. على نفس هذا المنوال رجع بقى البتاع دي مكانها. يبقى لما اخد سيكشن كده وافرجك كده، اللي قلنا دايما يمين ولا شمال، خلينا بدي احسن، وافرجك كده خدنا دي اهي ومنقطعين وبنتفرج كده، يبقى دي هتبقى مين؟ تانج. ودي مين الحته الحمراء الصغيره دي اللي هي دلوقتي بقت خط مجرد؟ دي الباند، عشان ما تستغربش بقى لو الباند دي لقيتها خط، هي خط بس هي هورس شو. ودي مين؟ اللور ليب. احنا عايزين نعمل ايه بقى من الباند دي؟ عايزين نعمل فيستيبيول وعايزين نعمل سنان. تقول لي بس كده من عيني، انا هنزل لك صباع صغير هنا يعمل لك هنا فراغ اسمه فيستيبيول. ازاي يتعمل مش مهم، بس المهم دلوقتي ان هذه النزله اسمها لامنه رقيقه شريحه، دي مش صباع. هوريك شكلها 3 دي دلوقتي، وهنزل لك صباع تاني اهو لامنه ثانيه، انت هتعمل ايه؟ فيستيبيول فيستيبيولر لامنه اهي. انت هتعمل ايه؟ بص انا فين؟ انا هنا، انا هعمل سنان دنتال لامنه، وطبيعي ان تبقى الفيستيبيولر لامنه ليبيال تو ذا دنتال لامنه،
وهي اللي في المكان of the future vestibule. الكلام ده بقى اللي هتقراه دلوقتي وانت بتقرا النظريه، لكن المهم دلوقتي احنا بنتخيل بس، الفيديو ده عشان نتخيل مش شرح تفصيل كل حاجه. المهم في ناس ممكن تبقى فاهمه من الموديل بتاعي ده ان اللامينه الفيستيبيولار ودي عباره عن ايه؟ فتله. لا، والا كنت قلت على البرايمري ابيثيريال باند فتله. لا، ارجع كل حاجه لاصلها. هتفاجئ بالاتي. علشان ما تتخيلش ان اللامينه دي واللامينه دي مجرد صباعين، هقول لك عباره عن ايه بقى الحكايه. احنا بكل بساطه قمنا عملنا عمليه جراحيه، شلنا دي اللي هي الباند دي، خلعناها من مكانها عشان نشوف المدلدل منها ده ايه. ففوجئنا لما خلعناها من مكانها، اهو بصوا، اديني خلعتها اهو، فلقيتها شكلها كده. مش هي دي؟ مش هي دي اللي كانت قدامنا دلوقتي؟ فوجئنا لما خلعناها اللي مدلدل منها، الاثنين المدلدلين منها، بص شكلهم ايه؟ زيها. هورس شو. يعني كل واحده من دول، انا بقى لما اقطع كده اهي، هيبان ان دي نازل منها ايه؟ فتلتين اتنين. فالمنظر حضرتك اللي انت شايفه هنا ده، ده شايفه؟ الفتله دي والفتله دي ما هم الا فتلتين، بس مش فتلتين، ده اتنين هورس شو. يبقى لما اقول لك فيستيبلر لامينا وارسمها لك عصايه، ها زي اللي بترسمها في الجير ليبيلي ستيج، الصباع الفيستيبلر لامينا، ولا حتى اللامينا الدنتال لامينا، العصايه دي مش معناها ان هي عصايه، دي معناها انه مقطع في شريحه كبيره. يبقى دي اسمها فيستيبلر لامينا ودي اسمها مين او ماذر دنتال لامينا. نرجعهم مكانهم، نقول لهم لو سمحتوا بقى، انت يا لامينا اللي غرزه جوه دي تركيبك ايه بقى؟ اكتوديرم ولا دم؟ اكتوديرم. بس غرزه فين بقى؟ غرزه في الدم اللي تحت ده، اللي هو الاكتوميزينكاين. تعال نمسك الفيستيبلر لامينا بسرعه عشان هي مش هي موضوعنا الاساسي. كيف نصنع فيستيبيول كهذا؟ بلامينا كهذه، ازاي؟ ده انا كان نفسي عشان تفصل الليف عن الريدج تقوم جايب سكينه وخلاص وتقطع وتفصل، لا، الحكمه الالهيه تقتضي ان لازم الفيستيبيول ده يبقى لايند باي اكتوديرم. فربنا الاول ينزل حته اكتوديرم كده اهو، وكل اللي هيحصل دلوقتي ان الخلايا اللي في النص دي دي تموت. واول ما الخلايا اللي في النص دي تموت هيحصل كليفت، والكليفت دي تقوم تفصل مين عن مين؟ تفصل الليب عن الريدج. بس السؤال بقى، ايه اللي بيخلي الخلايا اللي في نص الفيستيبلر لامينا تموت؟ دي محتاجه بقى موديل اكبر شويه. دي ليب زي دي، دي لور ليب زي دي، وده الريدج زي ده، ودي فيستيبلر لامينا. نفسنا اللامينا دي تفصل بقيه الريدج الحته دي عن الليب دي. عايزين نعمل هنا شق. اتفقنا ان الشق ده هيتعمل ازاي؟ هيتعمل ان هذه اللامينا تتقسم، فنفصل دي عن دي. طب ازاي اللامينا تتقسم؟ ان لازم الخلايا اللي في النص تموت. طب ازاي الخلايا اللي في النص تموت؟ ان الاكل اللي جاي لها من هنا، الاكل اللي جاي لها من الدم ده ما يخشش للنص، يخش لدي ماشي ولدي ماشي ولدي ماشي، عشان يفضلوا عايشين ويبطنوا الفيستيبيول، لكن اللي في النص دي ممنوع يخش لها اكل. طب ازاي بقى نمنع؟ سبحان الله، فكره غايه في البساطه والعبقريه. تلاقي اللامينه دي، بصوا مع الوقت يحصل لها ايه؟ انا ببططها بس انا مش قصدي انها بتتبطط، انا قصدي انها بيحصل لها ايه؟ تدخن. فكل ما تدخن يعني يحصل لها بروليفريشن، كل ما الغذاء يوصل لحد هنا ويقف، ولحد هنا ويقف، وتيجي الخلايا اللي في النص الغلبانه دي، تلاقي النتيجه ايه؟ انها تموت وتعمل لي فيستيبيول لايند باي ابيثيليوم. بقت دي ليب وبقت ده فيستيبيول، وهنا بقى ريدج حتى بالاماره نازل منه لامنه ثانيه اهي، سوف تصنع هنا اسنان. يعني اللامنه دي هي الدنتال لامنه، ودي سبحان الله كانت اسمها فيستيبلر لامنه واسم على مسمى، لانها هي التي ضحت بنفسها وقسمت نفسها نصين عشان تعمل لي في النص فيستيبيول. ده كانت الفيستيبلر لامنه. نرجع بقى لاختنا الام اللي هي المذر دنتال لامنه.
دلوقتي دي التانك، دلوقتي دي التانك، وده الريدج، والحمد لله دي الليب اتفصلت عن الريدج ب فيستيبيول. اذا هذا هو الفيستيبيول، وهذه هي اللور ليب، وهذا هو الريدج، واريد ان اصنع داخل هذا الريدج السنان. راحت فين السنان؟ السنان اللي كانت جوه دي اهي، عايز اصنع داخل هذا الريدج السنان اللي جوه دي، عايز اعملهم هنا. اعملهم ازاي بقى؟ مش في واحده هنا اخت اسمها دينتا اللامنه؟ ايوه، بس احنا اتفقنا ان هي مش عصايه، دي كبيره. الدينتا اللامنه دي هتصنع لي جميع الاسنان. هسالك سؤال، لو انا رجعت دي مكانها، ده فك بتاع جنين، كم سنه ستصنع في هذا الفك؟ 26، الرقم ده اول مره اسمعه في كليه طب اسنان. انا اسمع 32، اسمع لا، اول حاجه احنا فك سفلي فقط، يعني مش البق كله، بيطلع في الفك السفلي 16 سنه دائمه، 16 سنه بيرمنت، عشان يكون مجموع 32 هو والاقل، و10 سنان لبنيه، 10 ديسيديوس. اذا كل فك سوف يصنع 26 سنه، 16 دائمه و10 لبنيه. مطلوب منك يا اخت انت يلي اسمك دينتا اللامنه، مذر انت، يا ام انت يلي جايبه كل العيال، انت مطلوب منك انك تنزلي لي 26 صباع، كل صباع عامل زي فرع الشجرة، في الآخر هيطرح لي كده إيه؟ تفاحية صغيرة اسمها سنة. يبقى إذا المين دينتا اللامنة دي عاملة زي جذع الشجرة، اللي هيطلع منه صوابع، كل صباع هيطلع كده أهو، كل صباع هيعمل لي سنة. يبقى أنت محتاج كام أم، كام جذع شجرة؟ واحد. بس هيطلع منه كام فرع؟ 26 فرع لور و26 أبر، يبقى المجموع 52. جبت رقم 52 ده منين؟ 32 بيرمنت و20 ديسيديوس. يبقى لازم نفكر هنجيب ال 26 ازاي؟ واحدة واحدة. تعالى كده، يا مين دينتا اللامنة، اللي هي مين هنا؟ اللي هي دي. عشان نسهل عليكم الموديل شوية، هنلغي الفيستيبلر لامنة، وعايزكم تتخيلوا معايا عشان ده هينفعكم إن شاء الله في العملي وفي النظري وفي الشفوي. اللي مركز معايا ممكن يجاوب على الاسئله اللي انا هسالها دلوقتي دي، يا رب. شوف، اللي انا ببططها دي اسمها ايه؟ احنا شلنا الفيستيبلر لامنا، والبتاع اللي فوق دي اسمها ايه؟ البتاع اللي فوق دي اسمها اورال ايبيثيليوم او برايمري ايبيثيليال باد، اللي اتبقى منها بعد ما شلنا الفيستيبيول. والمتبططه اللي نازله دي هي مين بقى؟ هي المذر دينتا اللامنة بتاعت اللور. دي قاعدة هنا، ده هتبقى اللثة بتاعتي، والسنان ستصنع تحت هنا عن طريق ان يطلع فروع كتير من المذر دينتا اللامنة. سبحان الله فعلا. عايز 26 صباع؟ اتفضل يا عم. ادي أول 10 دفعة واحدة. ادي صباع صغير. وادي صباع كمان. وادي صباع كمان. نعمل بقى زي العيال بتوع الطبيخ دول. الخلاصة في الآخر هتلاقي في خمسة هنا، دي هتعمل لور سنترال لاترال كناين دي اي. خلي بالك ده عيل صغير، ده جنين، يبقى كل اللي انا بعملهم دول ديسيديوس. فاذا كانت هذه هي المين دينتا اللامنة، واقرا تعريفها بقى عشان ما نوجعش دماغنا، هي عباره عن بروليفريشن نزل في مكان اللي هيبقى فيه ديسيديوس تيث بعد كده. فهذه الصوابع اسمها لاترال دينتا اللامنة. هيبقى مكانها فين؟ جوه، جوه في الاكتوبيزنكاين. بروليفريشن لجوه، اوكي. بروليفريشن بقى طبعا لان انت عارف ان في تكدس فخلى ده يكبر، ما علينا. المهم دي اسمها لاترال دينتا اللامنة. كام لاترال دينتا اللامنة فيكي؟ خمسه يمين وخمسه شمال في اللور، يعني المجموع كام؟ 10. كل واحدة من اللاترال دينتا اللامنة هتعمل ديسيديوس توث جيرم، جرثومة سنية، سنة صغنططة كده، وتعمل سنة في الآخر. المفروض إن احنا نسيب العيل ده بقى لحد ما يتولد، على بال ما اللاترال دينتا اللامنة هيشتغل، لكن احنا هنخلص الموضوع بالمرة دلوقتي. في يوم من الأيام، أنتوا ناس طبعًا مذاكرين، واحدة من اللاترال دينتا اللامنة دي ممكن نعلمكم عليها،
في يوم من الايام هتلاقي الدنتا اللامينا اللاترال دي زي ما نشرح بعد شويه ان شاء الله ما شاء الله تقدمت جدا ودخلت في مرحله عامله بالظبط زي الطاقيه. اهي شايف الطاقيه الصغننه دي؟ الكلام ده هنشرحه الكلام ده هنشرحه بعد كده بالتفصيل على كبير، بس المهم ان اللامينا وصلت للكاب ستيج. انت بتعملي ايه يا سنه انت؟ انا هعمل لك لور ايه؟ لور ديسيديوس يعني. طب واللور 1 هتتعمل امتى؟ تقول لي انا مالي بقى؟ تقول لا لا انا مش هستناكي لما تخلصي وتطلعي وابدا اشتغل، انا هبدا من دلوقتي. هقوم عامل ايه بقى؟ بصوا هقوم جايب لاميناية صغيره باللون تاني بس عشان تبان اهي، واطلعها من الام برضه، الام اهي بس لجوه، لجوه يعني ايه؟ لينجوال. شايفين بتاع الخضرة دي؟ دي عباره عن لامينا جديده، هتعمل سنه جديده طالعه لينجوال لللامينا الاساسيه اللي هي اللاترا، بس طالعين من الام برضو. اسمها ايه اللامينا دي؟ انت هتعملي ايه؟ انا هعمل لك اللور 1. انت بتعملي لور ايه؟ خليكي في حالك، لينجوال ليها لور 1. ال1 ده اسمه في العلم سكسيسور تابع، عشان كده سمينا دي سكسيشنال دنتال لامينا. عندي بقى كام سكسيشنال دنتال لامينا؟ ما تفكرش، عندك كام سنه لبنيه؟ 10 تحت و10 فوق، المجموع 20، 10 تحت. اذا السكسيسور هيبقى على نفس عددهم، لان السكسيسور تعريفهم كده، هم اللي هيطلعوا بعد دول، فلو دول 10 يبقى اللي هيطلع بعديهم 10 برضه. طب تعالى نعد تاني، يبقى انت كده عملت 10 لاترال عشان تعمل 10 ديسيدوس، وعملت 10 صوابع من دول سكسيشنال عشان تعمل 10 سكسيسورز. يبقى انت صنعت في بق هذا الطفل من ايه لاي، ادي 10، وصنعت من 1 ل 5 ادي 10 كمان، يبقى المجموع كام؟ 20. يبقى فاضل ايه اللي ما تصنعش في بق الواد ده؟ 6 و7 و8 يمين وشمال، 3 يمين و3 شمال، يبقى 6. اخر مره عد معايا 10 ديسيديوس و10 سكسيسور يبقوا 20، و3 و3 6 و7 و8 يبقوا 26 سنه. انا علمتك دلوقتي ال10 ديسيديوس بيطلعوا ازاي وال10 سكسيشن، فاضل حاجه واحده بس. ليه الثلاثه اليمين والثلاثه الشمال ما طلعوش بالمره؟ لان الواد كان بقه صغير. حلو، فنعمل ايه؟ كان لابد حتى تستطيع ان تنزل الصوابع بتاعه ال6 وال7 وال8، لازم ان الدنتا اللامينا دي الام، وطبعا من باب اولى البرايمري ابيثيليال لاين، لازم يحصل لهم امتداد للخلف ولا للامام؟ للخلف. الامتداد للخلف ده من اسمه، اسمه بالهيستولوجي ديستال اكستنشن. مين عمال يرجع لورا ده؟ الدنتا اللامينا الام المذر. ايه اللي سمح لها ترجع ومن ليه ما رجعتيش من الاول؟ اصل الفك كان صغير. كبر الفك ترجع دي ديستال اكستنشن. اول ما اللور 6 يلاقي له مكان هوبا على طول يقوم منزل صباع لل6. اول ما ال7 يلاقي مكان هوب يقوم منزل صباع لل7. اول ما ال8 يلاقي مكان، ودي هتلاقي مكتوب عندك دي بالذات بالتواريخ، 4 مانث انتراي تراين ينزل ده، سنه بعد الولاده ينزل ده، 4 سنين طبعا اكيد بعد الولاده ينزل بتاع ال8. القصه دي كلها اللي هو الامتداد للخلف بنزول الحاجات الاخوه اللي هو ال6 وال7 وال8 اسمها ديستال اكستنشن اوف دنتال لامينا. بكده يا اولاد يا حلوين احنا خلصنا يعني ايه دنتال لامينا. هختم بقى الدنتال لامينا المرحله دي، لان دي اكتر مرحله محتاجه تخيل، بحاجه وانا اتمنى ان انت على قد ما هتفرح لو فهمت الحاجه اللي جايه دي، على قد ما تزعل انك بقالك شهرين عمال ترسم في السكشن حاجات عامل زي بوجي وطمطم بترسم حاجه وانت مش فاهمها وما عندكش عذر. نفس هذا المكتب قاعد عليه نفس هذا الدكتور والدكاتره كلهم موجودين، تعالى قول لي انا مش فاهم برسم ايه. ليه يا دكتور؟ خلي بالكم معايا، ليه يا دكتور مصرين ان انتوا تخلونا نرسم كده في السكشن اورال ايبيثيليوم دنتال لامينا؟ قال ايه ولازم تاخد لك زاويه. ايه يعني يا دكتور؟ ودي تقول لي عليها مين ودي تقول لي عليها لاترال؟ ايه الفرق يعني؟ ليه بتقول لي يا دكتور اعمل كده وبعدين هو فين؟ احنا فين؟ مين ده؟ فين السن؟ فين البق؟ فين المناخير؟ لو كنت بترسم الكلام ده ومش فاهمه تبقى غلطتك مش غلطه حد تاني، لان ده اللي بيتقال وده اللي بيتشرح. لكن المهم انا عايزك بقى تركز معايا في اللي جايه دي عشان في سحر هيحصل دلوقتي. اللي انا بعمله دلوقتي ده
بس على كبير شويه هي برايمري ابيثيليال باند اللي هي دي. طيب وبعدين نزل منها مين دي؟ ركز معايا يا ابو الكباتن. نزل منها مين دي؟ مين دي اللامينة؟ مين دي اللامينة؟ طلع من المين دي اللامينة مين دي بقى؟ ركز بقى ركز. هل حد مستغرب ان انا بعمل اللاترال دينتا اللامينة معوجة لبره كده؟ ما حدش كلمني ولا حد قال لي انت بتعوجها ليه؟ باين ان هي لاترال طالعة لاترال كده. يعني حد مش فاهم يا جماعة ان دي لاترال دينتا اللامينة وهتعمل بقى باد وكاب وتعمل سنة؟ لا ان شاء الله الناس فاهمة. ودي مين اللي هي الام ودي باند اللي هي تعتبر الاورال ابيثيليم. بكل بساطة احنا العينات اللي بنخليك ترسمها ما هي الا مقطع كده. بص ركز معايا كده كده كده. شايف المنظر الجميل ده؟ شفته قبل كده؟ مين الخط ده اللي انت بترسمه؟ هو الورا اللي بيجيني اللي هو البرايمري ابيثيليال فان. مين الحته الاولانيه؟ مين؟ مين التانية اللي داخلة على جنب دي؟ لاترال. مين اللي بعد شوية هتتنفخ وتبقى باد وبعد كده كاب وبعد كده وبعد كده هيبقى؟ اللي أنت بترسمه ده ما هو إلا مقطع واخد البق كده بالطول عشان تبان الحاجات. وكانت هذه رسالة بنوجهها لكل من يهمه الفهم. وادي يا عم من دنت اللامنة على المزر على كله أهم واللاترال بقوا عجينه. هو كده دايما الانسان اخرته هيبقى كده في الاخر مهما. نلتقي في الباد ستيج والكاب ستيج والاير ليفل ان كان في العمر البقيه. نسالكم الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قميص باين. المرة اللي فاتت وصلنا إلى مرحلة وقفنا عندها اسمها الباد ستيج. قبل ما نكمل كلام نبعد كده شوية. احنا عايزين نشاور هنا اهو. هنا في عندي ده لور جو اللي احنا بدأنا بيه المرة اللي فاتت. قلنا إن ده كانت اللور ليب. وده الريدج اللي بيتعمل داخله الآن الأسنان. ودي التانج. فصلنا بين الريدج والتانج وده ما يهمنيش مش مشروع في الشابتر ده. لكن فصلنا بين الليب والريدج بحاجه اسمها فيستيبيول. يتبقى لي الريدج ده يصنع فيه الاسنان الان عشان نتخيل بس هي دي ايه ده؟ ده اكسوديرما او ابيثيليوم. عشان نشوف المنظر ده هنقطع مقطع كده اهو ونبص من الجنب. اتفضل. لما بنقطع بقى كده اهو خلي بالك دي ليب وده ريدج وده تانج والاسنان سوف تصنع الان جوه. لما قطعنا كده اهو يبقى دي الليب وده الفيستيبيول اللي عملناه المره اللي فاتت بالفيستيبيولار لامينا وده الريدج اللي هيبقى بعد كده اللسة الجنجفا. والان في صباع نازل تحت اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اسمه دنتال لامينا. واتفقنا في اخر لقطه المره اللي فاتت ان لما بنقطع مقطع اللي بتشوفه هو الاورال ابيثيليوم او البرايمري ابيثيليال باند نازل منها من دنتال لامينا اللي نزل بعد كده منها لاترال دنتال لامينا صغيره. اخر حاجه قلناها ان هذه لاترال دنتال لامينا ده كلام بدايه النهارده هتنتفخ كده تحت وتعمل كوره كده اسمها باد ستيج. وهذه الكوره هيبدا يحصل فيها انفاجينيشن. مكتوب بقى في النظري سهل مش محتاج تخيلات جامده. كان عندك كوره بلاستيك بس مهويه شويه وانت جايب نفس الكره البلاستيك دي المهويه شويه دي زي دي كده اهو. جبت نفس الكره البلاستيك المهويه دي وقمت ضغطت عليها من تحت من تحت من تحت من تحت كده اهو. فبقى في كونكافيتي جوه هذه الكره تبقى عامله زي شكل الطاقيه كاب ستيج. اذا لو احنا دي دنتال لامينا لاترال دنتال لامينا كانت فيها انتفخت من تحت فبقت بد
ثم بدأ يحصل تكدس أو تكاثر للدم اللي اتفقنا عليه المرة فاتت اللي هو الإكتوميزين كرايم داخل البد فعمل كاب. لكن الكلام ده كله متعلق هنا. عشان نعرف ندرس بقى كويس عايزك تركز معايا في الحتة اللي جاية دي عشان مهمة جدا هينبني عليها كل ما هو آتي. ده أورال إبيثيليوم. لما أخد مقطع كده الأورال إبيثيليوم ما بيبانش غير خط. اللي احنا رسمناه برضو في اخر مقطع المره اللي فاتت. وينزل منه مين دنتال لامينا ولاترال دنتال لامينا وكوره فيها كونكافيتي. احنا بقى عايزين ناخد المنظر ده اللي هو ده والعصايه الحته اللي نازله ونكبره شويه. هناخد بصوا يا جماعه هناخد الحته دي كده نكبرها شويه الحته دي عشان تبقى فاهم يعني ايه اورال ابيثيليوم ويعني ايه مين دنتال لامينا ويعني ايه. هيطلع لنا هذا المنظر. يا نهار ابيض ايه الفرق ده؟ ده كده هو ده كده ده هو ده. يبقى ده الاورال ابيثيليا اللي انت بترسمه في اي كاب ستيج او ايرلي بيل او غيره. ده الاورال ابيثيليا نازل منه حاجه اسمها مين دنتال لامينا اللي اتفقنا المره اللي فاتت برضو ان هي عباره عن حيطه كبيره. نزل من المين دنتال لامينا دي لاترال دنتال لامينا الصغيره دي اللي اتنفخت وعملت كاب ستيج وبادي ستيج ثم كاب ستيج اهي. يبقى دي مين؟ الحيطه الكبيره ودي لاترال ودي الدنتال اورجن او الانامل اورجن اللي على شكل كاب عشان فيه كونكافيتي جواه. فلو دي هتعمل سنه لبنيه فبتبقى لاترال طلع ليبيان. دي بقى اسمها سكسيشنال دي هتعمل السنه الدائمه فهتبقى الناحيه الثانيه لينجوال. ادي مين ادي سكسيشنال ادي لاترال ادي دنتال اورجن ادي اورال ابيثيليوم. قبل ما نقطع مقطع دلوقتي عشان نشوف اللي انت بترسمه في سكشن العملي نشاور على فراغ غريب شويه. هذا الفراغ الاصبعي موجود فيه دلوقتي. الفراغ ده بين ثلاث حاجات. واحد مين دنتال لامينا. اصبعي هنا محطوط بين ثلاث حاجات ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. الحته دي والحته دي والحته دي. الاولاني ده اسمه مين دنتال لامينا. الثاني ده اسمه لاترال دنتال لامينا. الثالث ده اسمه دنتال اورجن. هذا الفراغ اسمه انامل نيتش. عشان لما تقرا في الكتاب هتلاقيه كاتب لك ايه؟ انامل نيتش هو سبيس بتوين مين اند لاترال اند دنتال اورجن. ده مش هتعرف تتخيله ابدا برسمه لازم شكل ثلاثي الابعاد زي ده. حلو الكلام؟ برضو قبل ما نقطع عايزين نقول حاجه ان احنا واحنا بنبص على الكاب من جوه لقينا حاجه غريبه قوي. لقينا حاجه زي ما يكون عقده تكدس من الخلايا نازل لي لتحت كده اهو. بقليله من الخلايا دي، البقليله دي اسمها انامل نوت كي ان او تي. انامل نوت دي حاجه متشافه اهي. اللي انت بترسمه في السكشن وفي النظري ان احنا بناخد المقطع ده نركز كده مع بعض شويه ونقطعه كده بالسكينه كده واقطع بقى كل ده واحاول دايما وانا بقطع اقوم جايب كل حاجه كده 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 كل ده. نقطعه ازاي بقى؟ طب نقطع ازاي بقى يا جماعه؟ الموضوع بسيط جدا. تقول بسم الله وبعدين تقول نعم وبعدين تقوم عامل كده. شايفين السكينه؟ شايفين السكينه؟ بص بسم الله بسم الله بسم الله. حد شاف حاجه؟ ايه ده؟ الله اكبر الله اكبر. لقد انفلق الكاب ستيج. بس تعمل ايه؟ تقول بسم الله وتقول نعم تقوم عامل كده هوبا بقوا اتنين. ده بقى اللي انت بترسمه حضرتك في السكشن. مين ده؟ ده الاورال ابيثيليا. مين الحته دي؟ المين دنتال لامينا. مين اللي مايله دي؟ اللاترال. مين الكوره دي بقى والبقليله اللي في النص دي؟ ده الكاب نفسه الدنتال اورجن. ومين اللي هناك دي؟ السكسشنال. عادي مش لازم دي ممكن ترسم اختها للناحيه الثانيه فساعتها هتلاقي الكاب على اليمين والسكسشنال على الشمال مش فارقه. خلاص؟ هذا الكاب بقى لو رجعناه مكانه تاني قلت بسم الله وقلت لا ورجعته تاني هيحصل ايه بقى؟ نخش في المرحله الثانيه
ان يبدا يستمر الكاب في التعمق لجوه والاوتر تكبر لبره، فيتحول المنظر من كاب ستيج الى شكل زي الجرز ديل ستيج. من كتر ما هو كده بص بص سبحان الله. والله يا اخي الهيستولوجي بيشرح نفسه. في نهايه الايرلي بيل ستيج بتبدا الدنتا لامينا ترفع 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 لحد ما في بدايه الليدت بيل ستيج ايه ده؟ تنج الدنتا لامينا تتقطع ويتفصل الدنتا الاورجن عن الاورال ابيثيليوم، وتبدا السنه تكمل نمو 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 لحد ما تبقى سنه كامله، وتقوم تبدا تطلع 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 وتشق اللثة ويحصل لها إيروشن. وبعد ما نتعب فيها كل التعب ده كله نعمل فيها ايه؟ بس خلص مفيش اي مشاكل خالص كده. محتاج تكمل بقى بالفيلم الفيديو التاني اللي هو طبعا مش من تأليفي ولا من صناعتي، اللي هو التوث ديفلوبمنت فيلم 3 دي موجود فيه بقى من اول بقى الكاب ستيج مع مرورا بالايرلي بيل والليت بيل، وخاصة الحتة بتاع التكوين الانامل وتكوين الدنتين دي معمولة بطريقة فنية رائعة. هيبقى فاضل لنا في التوث ديفلوبمنت بعد ما تشوف الفيلم ده وتنبسط وتدفع التذكرة تعمل ايه؟ تطلع بقى من الفيلم ده تتفرج على الروت فورميشن عندنا بالطريقة البلدي بتاعتنا بقى دي. هنشوف ان شاء الله الروت فورميشن بعد ما تكون اتأكدت وفهمت تمام كيف نصل الى نهاية الكراون. نلتقي بعد الفاصل.